ملامح الأنسنة المدن بعبارات بسيطة، إن هي تكون مدن صديقة للبيئة وصديقة للمستعمل، يجد فيها حاجته، يجد فيها راحته، يجد فيها استمتاعه، يشعر بالانتماء، الأفلييشن، الانتماء مع العمران. ده أحد أهم أساسيات الاحتياجات الإنسانية. مين الطرف الفاعل؟ مين اللي هيقدر يستقرأ المشاكل العمرانية ويحلها؟ المجتمع الطلاب والخريجين هم أساس العمل فيه، وهم الممارسين، وهم اللي هيبقوا الليدرشيب للموضوع أو القيادة الحضرية. المؤتمر في يومه الأول قدمت فيه أوراق مهمة جدا، منها عرض تجربة المدينة المنورة، منها السجن اللي اشترك فيه 5 من أمناء المناطق، وكانت فرصة كويسة قوي ان احنا نشوف الرأي والرأي الآخر، المستعمل يوصل صوته وإيه رغباته ويتلقاها الديسيجن ميكر، والمملكة لا تألو جهدا في تلبية احتياجات المستعملين. ثانيا، ان المستعمل يكون مدرك أهمية حفاظه على العمران ويتعامل معاه بالزيرو امباكت زي ما بيقولوا، ويتجاوب أكتر ويحافظ على المشروعات اللي تمت واللي تحت التطوير واللي إن شاء الله بإذن الله تستهدف في المستقبل بإذن الله.